أيامك الحلوة لها 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 لمسة حنانة. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روعت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روعت دربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بكم بستيختك نجيبة. Zoals jullie weten begint over een kleine anderhalve week Eid al-Adha. Dus vandaar dat we vandaag ook gaan beginnen met het uitdelen van schapen. We hebben tabarakallah 47 schapen binnengekregen dankzij jullie. En daarnaast gaan we inshallah ook schooltassen uitdelen. Die we hebben gekregen van de zuster. In deze schooltassen zit een etui met potloden, kleurpotlood, pennen, gum en schriften. En daarnaast krijgen ze ook snoep van ons en schoenen. En om ook belangrijk erbij te zeggen, mensen die hun zakat, de mail hebben gegeven, deze gaan we ook uitdelen onder de armen. Dus elke arme gezin krijgt 60 euro. Dus dat gaan we ook daarnaast uitdelen inshallah. We gaan jullie nu meenemen naar een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Deze moeder, proberen we zoveel mogelijk ook bij te staan met Eid en met Ramadan. We nemen jullie mee, inshallah. حبها في القلب دايب وانا غايب عندها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها صابرة في كل حالي ما تبالي بحزنها ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وين همي وينها ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وين همي وينها شعلت القلب والشموسة يا نعوسة طلها طلها حستها والله حوسة مني بوس رجلها وحبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها ضاقت الدنيا عليا لو انا بصاكها حطت ايديها بديا يا بني فكها ضاقت الدنيا عليا لو انا بصاكها حطت ايدها بدي يا بني فكها مهما ترهبني ظروفي ذو الخوف بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوفي بحسنها مهما ترهبني ظروفي ذو الخوف بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوفي حسنها حبها.